فضيلة الشيخ، امرأة ركبت لولب وقد اختلفت موعد العادة، قد تطول وقد يأتيها وقد ينقطع يومين أو ثلاثة، فهل يلزمها خلعه؟ إذا أمكن إزالته لتعود على حالتها الطبيعية فإنه يلزمها ذلك، إلا إذا كانت مضطرة إلى بقائه. إذا كانت مضطرة إلى بقائه فإنها تبقي بقدر الضرورة، والله يعينها على ذلك. نعم، أنت تحصل الله والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.